السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشكر الطلاب المتفوقين اللي بيبدعوا في المذاكرة ووضع الأسئلة والمناقشة. بالمناسبة ديت جالي سؤال على مجموعة الواتس لطالبة متفوقة هي اللي حط السؤال من دماغها، من عندها، من نفسها، من فكرها. بتقول: هل يعتبر فيروس كورونا من المعوقات الاقتصادية للتنمية؟ فأنا أجبتها على طول إن هو لا، مش من المعوقات الاقتصادية، لكن عشان نفهم ليه عملت الفيديو دوت. وبإذن الله هنحاول نخلي دي الطريقة بتاعتنا في المراجعة. احنا في نظام جديد، مش معقول ان انا اجيب لك مثلا 1000 أسئلة تقعد تحل فيهم عشان تلاقيهم في الامتحان. في النظام الجديد استحالة هتلاقي الأسئلة في الامتحان بتتكرر، نسبة ضئيلة جدا. عشان كده بإذن الله بدعوكم اللي انتم تتناقشوا مع بعض في أسئلة من عندكم، انتم بتربطوا المادة بفكركم وواقعكم، بتسألوها لي نتناقش فيها، بجاوبكم عليها سواء على مجموعة الواتس أو على المناقشة اللي هنعملها على الفيديو ده أو فيديوهات المراجعة. ولو لقيت حاجة تستاهل هي عايزة نشرح إزاي نفكر في السؤال هنعمل لها فيديو مخصوص، غير كده هيبقى المناقشات ما بيننا ومن بعض كتابة. السؤال ده جميل جدا جدا. سؤال بيقول من طالبة متميزة ومتفوقة: هل ممكن نعتبر فيروس كورونا من المعوقات الاقتصادية للتنمية؟ وإحنا قلنا لا، مش من المعوقات الاقتصادية. عشان نفهم بقى احنا فكرنا في الإجابة ازاي وفي السؤال ازاي وليه قلنا لا، تعالوا نتكلم كده بالراحة مع بعض. كلمة تنمية أساسا أساسها من الزيادة، نما ينمو تنمية، بيزيد بيكبر بيربرب، يبقى ده أصل كلمة تنمية. يعني التنمية فيها حاجة بتزيد، ابتداء. نضرب مثال أوضح شوية. أنا دلوقتي عندي حتة أرض وعايز أبني عمارة، عايز أبني عمارة. أنا عشان أبني العمارة محتاج إيه؟ محتاج الرملة والأسمنت والطوب، صح؟ ومحتاج الآلات، ومحتاج العقول اللي هتصمم، ومحتاج الأيدي اللي هتنفذ، ومحتاج التصاريح اللي هاخدها من الحكومة، التراخيص، صح كده؟ لو انا ما عنديش الرمله والاسمنت والطوب يبقى انا مش هقدر ابني العماره، ده كده يبقى معوق، ما خلينيش ابدا في البنى من الاساس او ازود. يعني انا حتى لو بنيت العماره وحبيت ازود فيها دور او اتنين محتاج لنفس الحاجات ديت، يبقى عندي الابتداء وعندي الزياده، ما قدرتش اوفر الحاجه دي، يبقى دي كده معوق. ركزوا معايا. يبقى انا دلوقتي ما عنديش الرمله والطوب والاسمنت، ده معوق، الموارد دي مش موجوده، ده معوق اقتصادي. ما عنديش الالات والادوات اللي هتستخدمها في البناء، ده معوق اقتصادي برضه، اللي هو راس المال. طيب استنزفت كل الالات وباظت مني وكل الموارد، الرمله والطوب وكده، وبصوره كبيره، فما قدرتش ابني غير دورين والمفروض كنت ابني 10، ده معوق اقتصادي، ما انا ما قدرتش اكمل بنا اهو. طيب العقول اللي هتصمم المهندسين، ده معوق لو مش موجودين، اداري. العماله مش موجوده، مش عارف ابني، معوق اجتماعي. طب لو العماله ديت موجوده بس خصائصها ما تساعدش ان هي تشتغل، انا عندي العمال ما يقدروش يبنوا، تعبانين، ما عندهمش طاقه، معوق اجتماعي. طب التصاريح والتراخيص مش عارف احصل عليها، معوق اداري. طيب كل حاجه موجوده معايا وكل ما جابني جيراني يجوا يهدوا اللي انا ببنيه، في مشاكل وصراعات بيني وبينهم، معوق مش عارف ابني العماره، معوق سياسي. يبقى انا علشان ابني او ازود ومش قادر، دي كده يبقى اسمها معوقات. طب على فرض ان انا بنيت العماره، بنيت العمارة وعمارة جميلة وحلوة ولذيذة وسكننا فيها،
وحصلت فيها مشكلة، مثلا في فار دخل في شقة، أي مشكلة حصلت لا قدر الله، حريقة ولا حاجة، الناس سابت العمارة ونزلت في الشارع. كده ما استفادوش من العمارة لفترة معينة، صح؟ هل ده معوق؟ ما احنا بنينا العمارة خلاص، ده مش معوق. واضحة ولا لا؟ تمام، يبقى ده كده ما نقولش عليه ايه؟ معوق. ثانيا، الفيروس نفسه مش معوق، لان الفيروس بيساوي المرض. كتير قوي من الامراض اسبابها الفيروسات، الامراض اسبابها كتير قوي من ضمنها الفيروسات. طب ما الفيروسات موجودة على طول، موجودة في كل دولة، موجودة في كل وقت، ليه ما بنحسبهاش معوقات؟ يبقى السؤال هنا كان بيتكلم على الكورونا، المقصود بيه اللي هو الوباء، لما وصل لمرحلة الوباء فكان له تأثيرات، كان له تأثيرات على فكرة، له تأثير اجتماعي وثقافي وسياسي واقتصادي وإداري، له تأثيرات مختلفة ومتعددة. هو عشان أثر على الاقتصاد هنقول عليه معوق اقتصادي؟ مش شرط، زي مثال كده الشقة، أما ظهر فيها فرم والناس سابتها ومشيت، ما استفادتش من الشقة، أثر عليها لفترة معينة في ظرف محدد لوقت محدد، وهيرجعوا لها تاني بنفس خصائصها، ما تأثرتش كتير، يبقى هنا مش هنقول عليه معوق. طيب امتى بقى نقول عليه معوق؟ لما نرجع لسبب جعله وباء. ايه اللي خلاه وباء؟ هو اي فيروس بيتحول لجائحة او وباء؟ لا، امال ايه اللي خلى الفيروس ده وباء يأثر على كل الحاجات دي وهنا ممكن نعتبره معوق؟ هتلاقوا السبب الرئيسي في انتشار الفيروس وجعله وباء هو النواحي الاجتماعية. يعني ايه؟ هتلاقي في عادات وتقاليد، عدم اهتمام بالنظافة، الناحية الأمية، الجهل، الفقر، كلها حاجات اجتماعية. فلو حبينا نحط الوباء عموما، الوباء وليس وجود الفيروس، الوباء أو الجائحة كمعوق، هتبقى معوق اجتماعي مش اقتصادي. ليه؟ راجع لسبب اللي جعل الموضوع ده يبقى وباء، مش الوجود نفسه، مش وجود الفيروس. نضرب مثال عشان يوضح العملية دي أكتر. دلوقتي لو في حكومة دولة من الدول أصدرت قانون قالت إن محدش يجي يبني عندي مصنع إلا لما يدفع 10 سنين ضرايب مقدما، ها حد عنده فلوس هيجي يبني مصنع في الدولة ديت؟ لا، يبقى كده الدولة دي اقتصادها خسر، خسر كتير بسبب القانون دوت ولا لا؟ خسر، يعني أثر على الاقتصاد، أثر، خلى مفيش استثمار، مفيش صناعة، يبقى ده كده معوق اقتصادي؟ لا. يعني ايه السبب اللي ادى الى الاعاقة الاقتصادية هنا؟ اهو القانون. طب ايه سبب القانون اساسا اللي اصدر القانون؟ طب مين اللي اصدر القانون؟ الحكومة. اذا المعوق هنا اداري. وصلت القصة في الاصل في السبب مش في العرض. واضحة الصورة كده اكتر؟ فزي ما احنا اتفقنا قلنا ان الفيروس نفسه مش معوق، لكن لما تحول لجائحة أو وباء أصبح معوق. طب إيه السبب اللي خلاه وبائي وهو ده المعوق؟ السبب اللي خلاه إيه؟ وباء، مش الأثر بتاعه. أرجو إن أنا أكون وضحت الجزئية ديت، وبإذن الله بإذن المولى عايزين نخلي فيه مناقشات وأسئلة أنتوا بتجيبوها بتشوفوها في قنوات تانية نتناقش فيها على جروب الواتس أو على الفيديو دوت. هي دي تكون فكرة المراجعات بتاعتنا، لأن إحنا في نظام جديد، مش معقول نمشي بنفس الطريقة القديمة. اتفقنا؟ بإذن الله مناقشات تجيبوا انتوا أسئلة نتناقش فيها إجابة صحيحة صريحة مرة واحدة، مفيش مشكلة. إجابة محتاجة تفكير نعمل فيديو مخصوص عشان نفكر إزاي نجيب الإجابة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.